أول حاجة السؤال، إحنا في صلاة الجمعة كفينا مولانا، فالإمام بيخطب لا من ايه؟ الجمعة كده إزاي؟ فهي قاعدة وصعيدة والناس بتشوف حاجة في الدعاء. يا أخي عادي السؤال، مش فاهمين سؤالك. أيوة في الدعاء يوم الجمعة. أيوة في ناس الدعاء يوم الجمعة والخطيب يخطب ويدعو. الخطيب يخطب لا مانع من أن يدعو ولا مانع من أن ترفع الأيدي في الدعاء، ما عندنا نهي عن الرسول الله في ذلك. يعني في ناس بتروح الأمر واسع. سلام عليكم.